مواطن اماراتي. جنسية أقوى جنسية. طيب خلنا طيب نرفع المستوى، والأعلام الأعلام لا ترفع، لا ترفع المستوى يا اسمر، خلنا على تحت، خلنا تحت الحليب، قرب الحليب بعدها نطلع طيب الجنسية طيب والإمارات اللي يرفع فيها علم إسرائيل، هذه مو محتلتكم هذه يعني؟ وطز في اسرائيل، وطز في اللي خلفوها، والاسرائيلي يشتغل تحت ايدي وبعطيه راتب، وراتبي اكثر عن راتب الاسرائيلي ب 7000 مره، وطز في الاسرائيلي وباللي يجي وياه. اهم شيء ان المواطن الاماراتي ما يشتغل تحت اليد الاسرائيلي، والاماراتي ما يشتغل تحت اليد الفرنسي، هن يشتغلون تحت ايد المواطن الاماراتي. فاهمني كيف؟ الأوامر دخل واطي يموت 3000 الأوامر اللي تجيك دولار من ملكك، الأوامر اللي تجيك من طز الملك في كلها الامم بيد المتحده بني اللي صهيون. اتت في بيت دعاره في امريكا في 62، طز في الامم المتحده وطز في الخرابيط. اهم شيء وين حنا وانت وين؟ اهم شيء وين يا وين؟ قراراتك القرارات اللي تجيك صهيون منو؟ خلنا من القرارات، خلنا نكلم لك على الواقع. تعال الامارات تستحي انك تتفل في الشارع، تعال شوف النظافة، تعال شوف الشوارع، تعال شوف المواطن كيف عايش، تعال وبعدها قارن بين الجزائر وبين الامارات. اخر همي لو قارن نفسك باوغندا، اساسا اوغندا افضل عنك. انا اي يا تتكلم جاسم لازم يشتغل طول عمره ليجي الإمارات. يا ابوي اشتغل طول عمره بعد. في 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 اشياء ممكن تسوي مقارنه، سوي قارن مع مالي مثلا، قارن مع الصومال، قارن مع نيجيريا، قول يمكن تضبط. جاسم نتكلم الصدق، لانك تقارن الجزائر وتقول لي حق شو اسمه، استغفر الله العظيم، قاره، حتى امريكا قاره، بس شوف امريكا كيف وشوف الجزائر كيف. ايه صح. جاسم تفضل. احييك على الحوار الشيق ذا. شكرا، الله يحفظك. ايه واقول لك كس امك وكس اللي معاك. اي نيك ابوك. هاي كنت جزائري عادي، ما بنزلك عادي، تم سب لين الصبح. كس امك وكس اختك وكس بن زايد. اي يلا مستواك تتكلم على مستواك. كس امك اسمر. اني امك اسمر. هذا المواطن الجزائري اسمه. خلاص يا اسمر لا ترد عليه عادي، ترى الهستيريا بتجي المغرب ولا تونس ترشولهم الزطله وشي عادي. سبحان الله، العرق الفرنسي شي سبحان الله يتحرك، يوم يتحرك العرق الفرنسي لازم يتكلم شي يسب الاعراض، ومبسوط ويضحك بعد عشان قال الكلام ذا. كسمك جاسم. تمام شكرا. ما عندك شرف يا اخي. رحم الله والدينك، ما عندي شرف لاني اكلمك اساسا. شكرا. ابن اليهوديه، ابن اليهوديه. يلا يلا هلا. شكرا يا ابن الفرنسيه. شكرا. كس النظر وكس اسمر دم. وكس خواتكم وكس شكرا. امهاتكم وليك امهاتكم. نعم مرتاح؟ والله مرتاح 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 حسبك يا جاسم. تمام، بتشوف لك شي صابونه عشان ترتاح اكثر. وندخلها في طيزك. يلا ندخلها في طيزك. يلا انزل. تمام دخلها في طيزك. امور طيبه. يلا انزل. تمام طيزك طيزك حلو طيزك يا جاسم. الحسن شكرا. الحس طيزك 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 قطع الحس طيزك ابني قحبه طيزك. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. يلا مع السلامه. مع السلامه يا جاسم. مع السلامه. مع السلامه. انت تحرى نفسك الحين بتسب وتغلط علي، فسياستي انك جاسم بعري الواقع الجزائري وبعري المواطن الجزائري. لازم العالم يعرف من هو المواطن الجزائري كخلاصه قول. تتحرى عمرك انت بتمرر مغالطه، يعني اذا بتسبني خلاص بزعل وبصير انام مثلا. تشير البث يا اخوان مع متابعه الحساب. تشير البث. رحم الله والدينكم. البث خاص في الجزائر، فلا حد من اي دوله ثانيه يطلب جيست. يا اخوان برتاجي الله يسعدكم. برتاجي ابوي غزه افضل عنه ويتكلم بعد. يعني الانسان غزه افضل عنك وتتكلم تقارن الامارات تقارن الامارات بالجزائر. اخوان برتاجي البث مع شو اسمه مع تكبيسات رحم الله والدينكم. محمد افتح الكاميرا وبند مره ثانيه. تسجل تسجل البث، تسجل اللي تبغونه ما مشكله.
اللي يطلع يفتح الكاميرا وبعد يبند مرة ثانية. السلام عليكم. عليكم السلام. اسمح لي بزاف قلت لي ما تبغيش حتى واحد من غير الجزائري انا مغربي بغيت نسلم عليك ود اخي جاسم. بغيت نقول لك بغيت نقول لك اودي باش تعرفوا مع من حشرنا الله في الجوار. شوموا حجبتكم المسبه حتى انا من سبتني انا سبوكم انتم بعد يقول حتى المغاربه ما ادريش السموح اعتذر من المغاربه انا مسبتني انا سبوكم. الله يحفظك. تمام اخوي محمد. والله اخي جاسم. تفضل. ها؟ تفضل. اشنو قلتي؟ لا مو انت بلاتي بغيت بغيت نقول لك اودي تشوف انا والله العظيم عرفت انا متبعك ماشي عارف التيك توك اللي شكرا الله والله ما اعرف اللي ينزل مقاطعي صراحه مو انا اللي ينزل المقاطع في اليوتيوب في ناس ثانيه تنزل صح ايه معروف اي والله العظيم شكرا فشكرا على المشاركه اخوي محمد رحم الله والدينك فالموضوع اليوم يخف بس اخوان شكرا الله يحفظك تفضل يا اخت فوفه انت شو شتي هذا دي ماشي ديالك اخي جاسم لا في ناس ثانيه بتنزل بس صوتي انا بس في ناس تنزل يعني لا صوتك اي صوتي بس في ناس تنزل ترى شكرا الله يحفظك معليش الله يحفظك انت اخي جاسم وشكرا بزاف حفظك الله تمام شكرا اخوي محمد شكرا شوف تربيه الملوك وتربيه اللقطاء تفضل فوفه معكوه بغيت نوضح في واحد المشكل خوتي هذا ولد بلادي اللي راه يسب والله ما راه يمثلنا وعلى بالكم حنا الجزائريات نحربوا به نتزوجوا بكاش عباد اخرين من جنسيات اخرى ومن بين الجنسيات اللي نحبوا نتزوجها يهود هذه راهو ارتيكل من العربيه يزيد فضلك كبرتيها هذا خوتي رانا نتزوجوا دروك من اليهود بالك نستحقوا منهم كاش حاجه مليحه ولاد بلادنا ما راهمش دوماج يا ورا انا اسمع انهم يتعاطون عقاقير حبوب بتاثر على وهو شوف يا اخي نقول لك في عفسه في لي فارماسي دوكا يسموها الصيدليه رانا ما نلقاوش حبوب منع الحمل راهم يقعدوا ياخذوهم لينا كلش الرجال ياخذون حبوب حمل واه استغفر اعوذ بالله انا اقول تشفيهم شي انا اقول فيهم سبحان ليش يغارون يوم يشوفون الحريم يكبسون تحت يغارون دوم يسبون يغلطون ويتكلمون في الاعراض اقول فيهم شي هذه نمد لك من الارتيك العربيه ارواحوا كتبوا زواج جزائريات من يهود وراكم تقرعوا وتشوفوا في الارتيك كلش راهو يتكلم على زواج الجزائريات من اليهود حبيت نقول لهم رانا نحبوا اليهود وبالك عمي تبون تحيا عمي تبون راهو يمد لهم في الغاز لليهود نحبوهم رحنا نديروا لهم العلاقه كاشيت مي معليش لازم العباد أنا توصلت بمعلومه من خلال خلال البحث ان ابو تفليقه ما عنده عيال وابو مدين ما عنده عيال وبن بله ما عنده عيال واغلب اللي مروا على الجزائر ما يولدون ما عندهم عيال هي لا بالي ما راهمش رجال استغفر الله العظيم راهم صنصيص ما راهمش يولدوا في هذاك ثاني ولد عمي تبون راهو يبيع فيه هذيك البيضه اي عارفه يبيع البيضه اللي عنده ورا ولا البيضه الثانيه يبيعهم بزوج هذاك شنقيحه راهو يبيع المصاصه تاعو ما افهم قصدك بس شكل الموضوع شيق استغفر الله العظيم اخوي يبيع البيضه اعوذ بالله القريحه راهو باع المصاصه تاعو بلقا يسموها بيضه يبيعها لهذاك الفرنسي وولد تبون راهو يبيع البيضه ثانيه على بالك خلاص الموضوع طلع عن السيطره ايه سيت هذه لا فيريتي انت من وين انت من وين من الجزائر من خنشله ولايه خنشله تعرفها لا اسمع بس ما اعرف صراحه ايه وبابا راهو من عين النعجة ايوه تمام زين والنعم تمام اخت فوفا شكرا على المشاركة يزيد فضلك اني حبيت العباد كلهم اللي راهم يسمعوني روحوا خوتي بحثوا في هذا الموضوع تمام. كتبوا زواج جزائريات من يهود ويطلع لكم الارتيكل راهو من العربية ما راهيش هذه راهي لا بروف نقول لك تمام لازم نغير الموضوع لان عندنا ضيف يزيد فضلك اني روح لازم نغير الموضوع لان عندنا ضيف
إلى صيت وضيف ضيف يشرفنا الصراحة. دكتور سيدة تفضل خذ المايك، لازم أغير الشاشة. دكتور عبد الحق، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. المواضيع هاي مو بحقك، جيت وقت غلط صراحة، بس نغير نرجع للموضوع الأساسي اللي كنا فاتحين عليه البث. تفضل أخي جسيم، الله يخليك وتحية لجميع الحضور. لنا الشرف أن تسمح من بعد ما حضرت البث تسمع الدكتور والرأي المغربي. اليوم راح حساب اساسا صار عليه هجوم سيدة يازمه. اخوان بعد شوي اللي عنده ميزة خاصية التسجيل بيسجل البث. أعرف أعرف أنا عشان شيء. الحمد لله يا تشحي، أخبارك سك طيب، راك صحة وسلامة. لا لا خلكم من الصورة صراحة، يعني الفائدة في التكبيسات لا تركزون على الجماعة، جماعة الهوكي لا تركزون على تعاليقهم. فلا تفضل لك الحرية أنك تسجل البث، التعاليق لا تظهر. انزين بقى كيف بسوي لها؟ انزين هني يجي 1 2 3 ايوه اظن هيك احلى شي، بتظهر التعاليق. لا شيء اوكي ايوه، بس تكبيسات مع تشير البث يا اخوان. السلام عليكم. هلا سلام، شو اخبارك سك طيب؟ الحمد لله بخير. هلا كيف صحتك؟ الله يحييك. أمورك تمام دكتور؟ دكتور عبد الصالح وأسمر. أسمر أظني غلط في النوم، الدكتور أظني بيسوي شيء. أنا بقول يعني فواكه. أنا معك أخي جاسم، أنا معك. تفضل تمام، خلص أمورك وحنا وياك دكتور. لا هو غير واحد الملاحظة، حينما تحدثت الأخت فلة على حبوب منع الحمل، فكان واحد الكتاب ديال واحد الجزائري اسمه محمد تمالت، كان ألف كتاب اسمه العلاقات الجزائرية الإسرائيلية، وهذا مؤلف جزائري وكان يعني توفي في السجن بعد إضراب على الطعام فمات في السجن. فكان يتحدث على مجموعة من الصفقات والعلاقات ما بين الجزائر وإسرائيل، رغم أنه يدافع الأطروحة الجزائرية. فقال لك كانت هناك مجموعة من التعاون حتى على المستوى الطبي، وقال لك من بين يعني الاتفاقيات المهمة والضخمة التي تم توقيعها مع الجانب الإسرائيلي هو استيراد، لا أتذكر العدد، قال لك 10,000 10,000 ذاك آلة لمنع الحمل تم إيه؟ استيرادها على هو الاكتشاف الحمل تم استيرادها من إسرائيل، من إسرائيل من 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 الصين عن طريق إسرائيل، كانت طلبية إسرائيلية من الصين. الجزائر استوردتها من إسرائيل. أيوة. تم التوقيع ما بين وزارة الصحة الجزائرية ووزارة الصحة الإسرائيلية، بل وأن هناك واحد مدير ديوان أحد رؤساء الجزائريين كان قال تصريح للصحافة بأن العناصر من الموساد الإسرائيلي شاركت حتى في العشرية السوداء
في ذبح الجزائريين. فيعني التطبيع الجزائري الإسرائيلي يعني دار في التاريخ، وهناك مجموعة من المحطات التي توثق على أن الجزائر كان لها تنسيق مع إسرائيل. ويكفيك أن أذكرك أخي جاسم، وربما أنك تعلم هذه المعلومة، أن الرئيس المغدور محمد بوضياف أنه قتل بسلاح إسرائيلي، بسلاح سكوربيون إسرائيلي. وكان هناك اعتراف للأمير الثالث للجماعة الإسلامية المسلحة ذاك الجية عبد الحق العيايدة، وقال بأننا كنا نمتلك سلاحا إسرائيليا استطعنا التحصل عليه من العناصر الجيش الجزائري. وكان مجموعة من الأبحاث كانت تحدثت على الصفقات العسكرية من خلال يعني اقتناء مجموعة من المعدات العسكرية الإسرائيلية من طرف النظام الجزائري. كذلك اللقاء اللي كان ما بين بوتفليقة وإيهود مبارك بمناسبة الجنازة ديال المرحوم المغفور له بإذن الله الحسن الثاني، والتي دامت أزيد من 9 دقائق، والتي قال فيها يعني عبد العزيز بوتفليقة لإيهود مبارك: عندما تحتاجون لنا ستجدوننا. وآخر خرجة أو آخر تسريب الخارجية الأمريكية، اللقاء ما بين ما بين ما بين تبون وما بين وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، كان يعني الصوت ديال بالصوت ديال تبون قال: لا مشاكل لنا مع إسرائيل. فهذه المسألة ديال فلسطين ظالمة ومظلومة يعني من أجل يعني دغدغة المشاعر وفقط. كان ياسر عرفات سنة 64 ولا 65 كان جاء للجزائر لطلب الدعم الجزائري بخصوص القضية الفلسطينية. تعرف كم ظل ينتظر أخي جاسم لكي يتم استقباله من طرف بن بلة بومدين؟ تعرف كم المدة؟ كم؟ 3 أشهر. الله المستعان، هذا مو هن اللي ودهم يحرروا فلسطين؟ لا، 3 أشهر. وكان قال لهم بن بلة: سأرسل 100,000 مقاتل إلى القدس. إنسان ما حرر حتى طيب لو بده يحرر فلسطين. بدنا نحرر الأدس. الجزائري في واحد الفيديو، درت فيديو يقتل بالضحك، قلت لك واحد من العائلة كل صباح لازم يطلقون الحر فلسطين، قال لك هو هارب من الجيش. يا أخوي الدكتور، بس اتطرق لنفس النقطة دامك تكلمت عن حبوب منع الحمل. أنا سمعت أن أغلب رؤسائهم العاهدين اللي مروا على الجزائر ما عندهم عيال، ما يولدون شيء، عندهم عقر أو شيء وسالفة، أو ينامون على بطنهم، ما أدري سالفة شيء ولا تأثير حبوب منع الحمل شيء في الموضوع، بس لو عندك معلومة على. والله يا أخي أنا شوف هذه المسائل هذه أنا غالبا أتفادى يعني الخوض فيها، رغم أنني يعني التقيت مع مجموعة من المعارضين اللي كانوا معارضين للنظام السياسي المغربي والذين عادوا وكانوا يعني يعيشون في الجزائر، وكانوا مع ما يسمى بالمجموعة ديال الوجدة، فيحكون لنا الغرائب يا أخي والعجائب. بس قلنا بوتفليقة ما عنده عيال صح؟ بوتفليقة كان شوف واحد الكتاب كان ندير عليه مجموعة من الحلقات حاليا أنا على اليوتيوب، تقدر ترجع له على القناة ديالي ديال اليوتيوب، يتحدث على بوتفليقة ويقول عليه أنه إيفيميني. تعرف إيش هي إيفيميني بالفرنسية جاسم؟ لا والله صح، هو مبنت يعني. ما المقدم. لا مبنت يعني. نفس الشيء ترى أبو مدين، نفس الشيء. دكتور عبد الحق أنا عندي. أبو مدين كان تزوج صوري، قال أن تزوج صوري، وكان أحد وزير الداخلية دياله اللي هو أحمد مدغري كان احتج على الزواج. عشان شيء كل مدخلاتهم يتكلمون عن الرجولة والنخوة والفحولة وهنم ولا شيء، كل ما يطلع جزائري يتكلم عن عنده مصطلحين: مصطلح الرجولة، مصطلح الفحولة، ومصطلح التحرير. يعني فاقد مصطلح الجماجم. تفضل شحي. أنا عندي سؤال للدكتور عبد الحق، لماذا لا يوجد رئيس جزائري واحد ذهب إلى الحج؟ صحيح ترى. شوف لأنه كما أن ولا سلطة العثماني وذهب إلى الحج. سؤال محل صراع. صدق أنه ولا شاف. أنا نجاوبك على 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 محبوب الجماهير وعلى الشخص الذي يحبه الجميع هنا في المغرب، هو الرئيس تبون، ونحن معه ظالما ومظلوما. يعني بالنسبة للمغاربة أجمل رئيس مرة في تاريخ الجزائر هذا الشخص. يعني أنا سميه هذا رئيس الفكاهي. فكاهي يا أخي. قلت واحد النهار كنت في لقاء مع أحد الفنانين المغاربة، قلت له: والله العظيم لو زاد عهدة ثانية للي جلسكم في البيت. والله العظيم صدق صراحة يعني هذا.
انا شخصيا يعني شوف طريقه كلامه والله العظيم هم ما تقدر انك تاخذ الصدق يعني ما تاخذ على محمل الجد هو كرئيس ما تقدر مستحيل هذا انسان حتى لو يسبك ممكن تقول له شكرا فاهمني كيف مستحيل انك تاخذنا على محمل يا اخي هذا اللي يقول وسائل اعلام وطني يقول لك سنقوم بتحليه مليار و300 مليون متر مربع من المياه ديال البحر ويذهب الى الامم المتحده ويعيد نفس الكلام فهذا انسان يعني ليس في كامل قوى العقليه السيد يعني يلزمه يعني انه يعني الجزائر تم تحويلها الى مستشفى الامراض العقليه في الهواء الطاقي اخي الناس لا يمكن انك تصور ديالهم لانهم عاشوا واحد المنطق ديال الانغلاق والانسداد في علاقتهم مع العالم الخارجي واقنعوهم بانهم اقوى شعب كاين في العالم واقنعوهم بانهم شعب الله المختار واقنعوهم بان التقدم الذي يقع في جميع البلدان ما هي الا مسرحيه واقنعوهم بان ما يقع في المغرب من تقدم لا علاقه له بان المغرب يعيش في الدرك الاسفل من الفقر وسوء التغذيه وقله التنميه فالناس يعيشون في بيئه حقيقه تطور بدعم غربي وهذه الحاله تشبه حاله الاتحاد السوفيتي في بدايه الثمانينات حينما كانوا يعني يقولون لهم بان لو لوندومان كي شونت يعني الغد الذي يغني وبان الغرب يعيش الطوابير وبان الغرب يعيش الفقر وحينما سقط يعني جدار برلين اكتشف الناس ديال الاتحاد السوفيتي بان الناس تعيش في التقدم في الرخاء وبانهم يعني في الدرك الاسفل من التنميه فهذا ما سيقع للجزائريين ولذلك يتم يعني الاستمرار في اغلاق الحدود لان يعلمون بان اذا ما انتقل الشعب الجزائري إلى المغرب فلن يبقى في الجزائر إلا شنقريحة وزبانيته ولن يجدوا حتى من يحكمه أخي جسيم والله العظيم دكتور نفس الملاحظة أنا قايلينها تقريبا بعد رمضان يالس أفكر شيء شوف أطلع قست من المغاربة ومن التوانسة ومن الجزائريين وحتى في زيارتي للجزائر أظني بعد رمضان بشهر فشوف الفرق بين المغرب وبين الجزائر وقتها فهمت ايش المغزى من تبنيد الحدود او تسكير الحدود بين المغرب والجزائر عشان الشعب المغربي ما يعرف الحاصل في الشعب الجزائري ما يعرف الحاصل في المغرب وما يعرف التطور اللي وصل له المغرب وما يعرف المغرب لوين وصل عشان ما تجيهم الغيره يقولون شيء دوله جاره بدون غاز وبدون بترول وفي هاي الكميه من التطور في البنى التحتيه عشان ما تجي لهم الغيره عن بلاده وتقول كيف ان الجزائر دوله بتروليه ودوله عندها غاز وحجم وبعدها يا رجل المستوى. يا رجل حتى هذه ما سلمت شو اسمها العرافة اللبنانية تكلمت عن الجزائر من كم يوم ايه اشوف ترى بس صدق ترى والله العظيم يوهمون باشياء مسولهم غسيل دماغ يعني حتى الشعب يوم تناقش حتى في النقاش يعني لازم انت تنزل من مستواك تحت مو تحت حتى تحت الصفر عشان تناقشه وتشرح له بالخشيبات يعني حد وده توصل له إسرائيل ومن أنشأ إسرائيل لازم تلف له على كل الدول وتيه بالخشيبات عالراحات لين يستوعب أول ما يستوعب بيقذفك وبيقذف الأعراض وبينزل تحت بس ذا هذا هو آخر شيء ممكن يقدمه الجزائر في نقطة مهمة جدا أنا أمس قريت كتاب للدكتور قويسم هذا باحث تاريخي في الجزائر عن اليهود من عهد الفينيقيين تمام لحد آخر يوم لهم في الاستعمار زين بداية الكتاب شو مكتوب فيها يعود تواجد اليهود في الجزائر من الأزمنة القديمة حيث كانوا يشكلون جزءا مهما من النسيج الاجتماعي إذ اندمجوا وانخرطوا مع الشعب الجزائري والثقافة المحلية وعاشوا في الجزائر متمتعين بنفس الحقوق التي يتمتع بها الجزائريون أوكي؟ لكن مع دخول الاستعمار الفرنسي للجزائر سنة 1830 بدأ اليهود ينسلخون تجريجيا من علاقتهم من الجزائر ويربطون مصيرهم بمصير المعمرين في الجزائر وقد تعرف على ردة فعلهم من الثورة التحرير فتحت الخبر نقاشات من المؤرخين وباحثين حول هذا المواقف اليهودية في الجزائر من ثورة 1 نوفمبر 1954 وعادت بهذه الحقائق التاريخية تمام
شوف الحقائق كيف. قال الدكتور محمد قويسم أيضا من جامعة سكسيدا من أن موقف الصهاينة اليهود من ثورة تحرير الجزائر كانت معادية للجزائريين، لأن الثورة الجزائرية تحررت تحريرية والصهيونية استدمار استيطاني لذلك الأمر، مثل الاستدمار الاستيطاني الفرنسي، حيث موضحا بأن هناك تم خلط بين الشعب الجزائري واليهود أبان ذلك العام حتى اليوم. أوكي، اتباع الدين اليهودي، بعضهم يحملون أفكارا تحريريا وبعضهم متخفيا بألقاب عربية جديدة ولكنهم نفس الديانة اليهودية. احترم البث يا أخي ياسين، احترم البث، خلي الرجال يكمل مداخلته وتفضل. فهمت؟ كما عاد الدكتور القويسم في تاريخ وجود اليهودي في الجزائر، وقال أن يعود الفترة الفينيقية والصراع الكنعاني اليهودي، وخلال الفتح العربي الإسلامي خضع اليهود حسبه من أحكامه إلى حكم المسلمين، وبقوا على دينهم اليهودية، وكذلك الحكم الإسلامي في بلاد الغرب والأندلس، بلاد المغرب والأندلس الذي حكموا في آنذاك المناطق ما بين مصر جنوب سيناء لآخر موريتانيا وما بعد الموريتانيا، عاش اليهود بحرية مع المسلمين، وكان منهم التجار والأطباء مثل يعقوب بن يوسف بن كلس والطيب إسحاق إسرائيلي الذي كان طيب عبيد الله المهدي. وكان اليهود في بلاد المغرب الأوسط الجزائر حاليا، شوف شو كان اسم الجزائر، كان اسمه بلاد المغرب الأوسط الجزائر حاليا، خلال عهد الموحدي بعده في عهد مدن منها تلمسان وقسطنطينية والجزائر في ظروف جيدة، وخلال العهد العثماني قال أن وجود اليهود في الجزائر يمثل في اليهود الأصليين المعروفين بأصحاب العمامة، ثم يهود الأندلس الذي فروا من المحاكم التفتيشية الدموية الذي عرفوا باسم مغريوشيم أي المطرودين، ثم يهودية اللوفورن خلال القرنين 17 و18 ميلادية الذي عرفوا باليهودية الفرنجة الذي سيطروا على اقتصاد منهم بجناح وبشناق. تمام، الصهاينة اليهود حاولوا تخريب الثورة الجزائرية داخليا بحكم أنهم عندهم سلطة اقتصادية كبيرة، زائد أنهم هم مواطنين هذه الدولة من استيطانهم، وانخرطوا مع المسلمين في زواجاتهم. لحظة أخوي الشحي، بنشوف ياسين من الصبح هايط، تفضل ياسين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء النور الإخوة الأفاضل. أول حاجة لازم نعرفها، موقف الجزائر من القضية الفلسطينية ليس وليد الساعة. الجزائر كانت أول دولة احتضنت إقامة الدولة الفلسطينية. الجزائر سنوات السبعين كانت داعمة للقضية الفلسطينية عكس ما يروج الآن، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الرئيس عبد المجيد تبون يثبت كل يوم أنه قائد فعلي، قائد حقيقي، قائد كاريزما، قريب جدا من الفئات البسيطة، يحاول كيف يعني يتقرب من البسطاء. دقيقة، خليني أكمل. يا أخي احترم، خلنا من الشعارات، لا تكون نفس الرئيس تبون. يوم تتكلم اثبت نفسك، يعني لا تقول كيف يثبت، كيف ذلك، عطني دليل كيف يثبت، كيف يثبت ذلك ياسين، وبعدها كمل. أما الكلام فيني أقول لك أن أبوي أمس حرر القدس، تمام، وأثبت ذلك، بس كيف؟ أعطني الإثبات. اسمعني، الجزائر الآن في طريق باش، اسمعني، الجزائر في طريق باش تحقق الأمن الغذائي وتحقق الأمن الصحي وتحقق، يعني الأمور اللي ما درتهاش أغلب الدول العربية درتها الجزائر. وروحوا ابحثوا. لحظة، الجزائر الآن ستصنع. اسمعني، لا تمرر مغالطات في بثي يا أخي، لحظة على الراحات، وش سوت؟ عطنا على الراحات واحدة. ياسين احترم البث وتفضل. لا، مش من حقكم، من حق. شوف الأخ
يا اخي انت ما انسان ما محرر تيزه ودي حرر على الراحه على الراحه على الراحه الحين على الراحه يا ودك تتكلم اتكلم عشان ما نقاطعك عطنا شيء عطنا دليل عطنا دليل ملموس خلنا من الشعارات الشعارات مواقفكم يا ان احنا ماشيين ملاح وش المواقف عطني الدليل وش هو يا اخي يا اخي يا اخي المغرب 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 متصهين المغرب متصهين المغرب هو يقر يقر المغرب يقر المغرب المغرب اعطني شوي المغرب خليك لا تقاطع ياسين احنا ما نتكلم عن موضوع المغرب نتكلم عن موضوع الموضوع هجوم الجزائر على الدول العربية كلها وانزل تحت لو سمحت احترم البث او بنزلك اخر انذار اسمعني المغرب انا مش بالمغرب احترم البث تنزل المغرب ما واضح الشيء الامور واضحة من غطوا الشمس بالغربال اذا عندكم حاجة اتجاه عقد المغرب ايش دخل المغرب في النص العقد المغربي خلص من العقد المغربي اول شيء لا 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 تكلم بهاي الرمسة يا لا ترمس شيء العقد المغربي احنا نتكلم في موضوع ثاني يعني اي انسان اي جزائري يتفضل يطلب قسط احترم البث احترم البث بس جاسم انت ما تلاحظ ان كل موضوع نطرحه لازم يدخلون المغرب في النص لازم شيء اللي يطلع البث يفتح الكاميرا وبعد يبند تفضل دكتور لا والله العظيم زمل غريبه غريبه الدنيا الشيطان على جهنم لازم يجيب لك فيصل المغرب انا تعبت والله من التعب تعب يا اخي شوف قال لك تبون قريب من شعبه لم يزور بلده واحده لم يزورها يا اخي لا بس يا دكتور هو زار الجزائر الجنوبيه تمت زياره لا يستطيع ان تطع رجله منطقه القبائل لا يستطيع على المستوى يقول لك الأمن الغذائي هو على صواب والناس تتحدث عن السيادة الغذائية فهمتي لا سوفرانتي اليمونتير هما مازال يتحدثون على سيكوريتي اليمونتير على الأمن الغذائي هو على صواب لأن الجزائر يعني تستورد أعتقد 500 مليار دولار وتصدر 100 مليون دولار وبالتالي يقول لك أن 85% من المواد الغذائية يتم استيرادها من الخارج يقول لك حينما يكون 85% من الحاجيات الغذائية ديالك تستوردها من الخارج فهنا لا يمكنك الحديث عن السيادة الغذائية هنا الحديث عن الأمن الغذائي أنك لا تستطيع أنك تتحدث عن الأمن الغذائي خليك من كلام الدكتور الصنايبي وخليك من كلام الأخ الشحي وخليك من كلام الأستاذ جاسم منظمة التغذية والزراعة تقول لك بأن 5 مليون جزائري يعيشون في حالة المجاعة نقص شديد في التغذية الناس تأكل الأوراق فدعك من هذه اللهطات والشعارات وهذا هم أناس شعارات لا حظ لهم في القضية الفلسطينية تعرف قصتهم مع حرب 1967 أخويا جاسم ولا ما تعرفها لا والله صداح شوف هم اي جزائري الان اي جزائري تساله يقول لك شاركنا الشهداء وعندنا شهداء وهم لم يشتركوا البتة وانا احيلك هنا على مرجعين جزائريين المرجع الاول هو رئيس الاركان الجزائري اللي كان سنه 1963 هو الطاهر الزبيري عنده كتاب اسمه نصف قرن من الكفاح فقال لك عندما اندلعت الاحداث ديال سنه 1967 شوف النبوغ الجزائري شوف كيف ان هاد الناس لو أن العالم العربي اتبع الذكاء الجزائري لكنا يعني أزيد من 400 دولة ماذا قال له؟ شوف القصة كان آنذاك في 67 كان السفير الجزائري في باريس هو رضا مالك اللي سيشغل فيما بعد يعني المنصب ديال رئيس الوزراء وكان ممن حضروا الاتفاقية ديال إيفيون المناقشة ديال الاتفاقية ديال إيفيون فبومدين كان عبدا لشارل دوغول شارل دوغول هو الذي ظل يدافع عن بومدين أنه يكون رئيس الجزائر فأرسل إليه السفير وهنا أرجع إلى الفيديو بالصوت والصورة لعريضة مالك السفير الجزائري الأسبق في فرنسا يقول أننا ارتأينا أن نخبر شارل دوغول بعزمنا على المشاركة في حرب 1967 وقال له ستكون هناك حالة من الإحراج إذا لم نشارك في هذه الحرب ففكروا ونظروا وقرروا وقالوا قال لهم شارل دوغول شوف أعطيكم واحد الحل حاولوا أنكم تمشيوا تشاركوا ولكن سيروا بسير ضعفائكم امتثال الحديث النبوي الشريف فيحكي الطاهر الزبيري يقول لك أننا
ذهبنا على تونس وكلما التقوا بالناس يرقصون ويمرحون ويفرحون مع الشعوب ومع الليبيين. قال لك لم نصل إلا بعد اندلاع الحرب 15 يوما. قال لك فوجدنا أن الحرب انتهت بعد 6 أيام، يعني بعد انتهاء الحرب ب9 أيام. المهم لم يشاركوا في هذه الحرب. قال لك أرسل أبو مدين بوتفليقة والعقيد عباس إلى جمال عبد الناصر ويتحدثون على ظروف وحيثيات النكسة وهذا. فقال لهم جمال عبد الناصر إن الإسرائيليين يفكرون في احتلال القاهرة عاصمة مصر. وقال لهم نحن أمام مشكل كبير، وخاصة أن العاصمة هي مركز استقلال الدولة، على اعتبار كما دائما أشرح بأن مركز استقلال يكون يا إما العاصمة السياسية يا إما جيش الجيش يا إما رأس الدولة. فتعرفش قال له هذا العقيد عباس هو بوتفليقة أستاذ جاسم ولا ما تعرف؟ لا والله تفضل. قال له دعهم يدخلوا للقاهرة ولن يستطيعوا أن يصمدوا وسننهكهم وسنسترد منهم. يعني لو أخذ عبد الناصر برأي بوتفليقة وهذا العقيد عباس لكانت القاهرة اليوم ما زمانها مدينة إسرائيلية. راحت مصر في 60 دقيقة. لا هو تفكير عبقري صراحة، يعني تفكير تعرف الإنسان الكسول هذا تفكير. أخي يحكي الطاهر الزبيري يحكي، قال لك أينما ذهبنا، قال لك ذهبنا إلى مصر أو ذهبنا إلى سوريا وجدناهم يعلمون كم عندنا من المدافع، كم عندنا من المسدسات، كم عندنا من الأسلحة. قال لك كأنهم يعيشون بيننا، الناس مخترقين بالطول والعرض. هناك كان واحد الجنرال الجزائري سميتو رشيد بن إليس، كان دار واحد كتاب في أركان السلطة، كان دار واحد كتاب جديد يعني خرج في 2017 ولا. قال لك بعد حرب ديال أمغالا، ديال معركة أمغالا ديال 1976، قال لك علمنا بأن الحسن الثاني كان يعلم علينا كل شيء. عجب هنا نهزمه بحرب شو اسمه حرب الحرب اللي كان حرب الرمال صح، بين جمال عبد الناصر والدعم من القذافي وابو مدين صح. حرب الرمال كان الدعم ديال جمال عبد الناصر، وكان الدعم ديال السودان، وكان الدعم ديال كوبا الدعم ديال الصين. كوبا اظن قرابه المئات من الجنود اللي جابوا من كوبا المرتزقة. اللي جابوا وهزموه. آخر شيء قلم أحمد بن بلا قلب حقرونا أخوتي حقرونا. الله العظيم يا أخي إنسان. دكتور عبد الحق وجاسم، في سؤال عندي أنا يا أخي، سؤال عقلاني شوي. هل بالمعقول أن في بعض الحروب تمام، أو تحصل في أي دولة ما، هل بالمعقول الشخص المستعمر أو الشخص المتعدي على هذه الدولة يحمل 1,000,000 جثة من الشهداء في جماجمهم يحطهم في المتاحف؟ هل هذا معقول يعني عقليا؟ لا تشوف عشان شيء هو يتكلم، أول ما تكلم الجزائري يتكلم لك عن عقدة التحرير. أنا ما ودي أدش وياهم في النقاشات التحرير، لأن آخر إنسان محرر هو الإنسان الجزائري. إنسان مستعد توصل وياه للمستوى من النقاشات عن التحرير، لأن يعني يتكلم لك عن شيئين اثنين، يا إما التحرير أو الرجولة أو في الحريم. أوكي تحرير الرجولة هذه، ولكن أنا سؤالي كيف تم نقل 1,000,000 شخص في آنذاك تمام جثث وتحولت لمتاحف عندهم في فرنسا؟ على هذا اللي بيفجر لي راسي أنا، أبا أعرف أنا في أي منطق هذا نعمل في تاريخ البشرية كلها 1,000,000 شخص في متحف. لا تدريش الجزائري اللي كان قبل شوي وش قال؟ قال له خلاص هذول حررونا ما نبغى جماجم، خلاص هذول ماتوا بسبيل الله، حنا ما نبغي الجماجم، حنا نبغى بني آدمين. يعني هو باع جدة خلاص، قال إن لا عن جد جاسم عن جد يا أخي، أنا إنسان عقلاني تمام، أنا لحد اليوم أبا أستوعب الموضوع في الجماجم هذه انحطت في متاحف فرنسا تمام. يعني هل هذه الجماجم فعلا انسحبوا 1,000,000 جمجمة سحبوها من عندهم في، وشو المغزى من وراها اصلا؟ ما في بني ادم عاقل، ولا حتى لو كان يا اخي سفاح مجرم بيوصل هالدرجة. اهم شيء النار اللي تحت لازم يعني مولعة عندهم في الجزائر. هاي مستفز يا جاسم، مستفز يا صاحبي.
انت عارف دكتور عبد الحق مره من والله العظيم كلمه من كلام يا عبد الحق والله العظيم ان بتسوي بلبله بلبله ما اعرف وش السالفه بس لا شوف مره من المرات انا لا مره من المرات جاسم كنت اناقش مع شخص فقال لي انتوا والمغرب بعدكم توكم طالعين جداد اما احنا تاريخنا تاريخ الجزائر 1962 من أي... لا اسمع الجديد اسمع الجديد قال لك تاريخهم من ايام ادم هم من عيال هرقل عيال فرعون بعد يا ابوي الجماعه اسمع الجديد انت هلوسة في احلام الورديه هاي هي السلام عليكم اخي الله العظيم حتى العربي عندهم يا اخي تعرف مكسر ما ادري وش في الاتصال من عندك ولا من عندي يا جاسم لا اتصال من عندك لازم جوالي يباله تحديث ما ادري جوالي يباله تحديث قبل ما يقطع ودي بس اني احيي وشي الدكتور عبد الحق السنايبي وارحب فيه في البث الشيء الثاني ودي اوجه له رسالتين الاولى السؤال الاول انه كيف تعداد الجيش الفرنسي كان 80,000 وقتلوا 1.5 مليون هذا السؤال الأول السؤال الثاني وجود الجزائريين في البثوث الخليجيين وتمرير المغالطات وجهدهم الجهيد الحرب ضد المغرب الحرب الإلكترونية يعني لدرجة أنه شكينا أنه سادس ركن من أركان الإسلام عندهم سب المغرب أبغى تفسير لهذا الشيء وأبغى دور الإعلاميين المغاربة في محاربة هذا الذباب الإلكتروني اللي يشوه سمعة المغرب لدى الخليجيين ويوجد منهم حمير مركوبين عندنا انقطع الاتصال لازم يسوي تحديث عنده أيوه السؤال موجه للدكتور لا هو لا هو فعلا شوف المغربي اخي جاسم الصوره واضحه صح اظن الصوره احسن عشان تكون تعقيب على سؤال حمد صح اي صح صح تمام تفضل دكتور لا شوف يا اخي المغرب دوله قديمه المغرب حكمه يعني خلفاء وسلاطين الدولة المغربية وكانوا يطلقوا عليهم خلفاء المسلمين لقرون وقرون وخير من مثل الخلافة الإسلامية في الغرب الإسلامي ولهم أيد بيضاء على الجزائر وعلى مجموعة من الدول يعني تاريخ لا يمكنك أنك تقارنه بدولة يعني حديثة على التاريخ ولا قطعة على الجغرافية وبالتالي نحن نتعلم بها يعني نتصرف بأخلاق ديالنا هل تتوقع أن الإعلام المغربي يعني يطلق ذبابه الإلكتروني في دولة من الدول اللي يعني للضرب في الجزائر أو للضرب في الإمارات أو للضرب في السعودية أو للضرب في قطر أو للضرب في الكويت هذا غير معقول وليست من أخلاقنا لكن هؤلاء يا أخي أنا لا أعلم من أي معدن صنعوا يعني يتجدرون في سب الأعراض يتجدرون في قذف الرموز الرموز ليس فقط المغربية هو ما هو مشكلتكم أستاذ جاسم أنكم لم تكونوا تعرفونهم أما نحن نعرفهم وبأن شرهم على شرهم على 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 على, على الدول العربية أنتم فقط لم تكونوا تطلعون على إعلامهم نحن نطلع على الإعلام ديالهم بحكم هذا العداء التاريخي للمملكة المغربية حيث تعرف شنو مشكلتهم مع المملكة المغربية أستاذ جاسم أنهم يعني فكروا وقدروا فقتلوا كيف قدروا أنهم فكروا فوجدوا أنهم لا تاريخ لهم وقال لهم هو ريبوم ديال لا تدخلوا مع المغاربة في حرب تاريخية فاستغلوا الصمت السلبي للمؤسسات الإعلامية المغربية واستغلوا حالة من الصمت الإعلامي السحيق في المغرب وأرادوا الركوب عليها وقالوا باستعمال بعض الدراسات والأموال وتجنيد بعض اللوبيات وبعض المؤسسات الإعلامية يمكن أن نصنع لنا تاريخا يمتد لقرون بالاعتماد على بعض الكتابات على قلتها ويمكن أن نطعن في التاريخ المغرب فنحول تاريخ المغرب الذين يتكلمون عن 13 القرن إلى أنه تاريخ جزائري تصور يا أخي أنا نقول لك واحد المثال يا أخي أستاذ الشحن تمنى يكون كيسمعنا تهوى
باش تشوف قمة الحقارة الإعلامية لهذا النظام الجزائري. هناك تقني، التقني الحميري والبغال، الذي هو يوجد في مقدمة المدافعين على التاريخ الجزائري، والذين يعني أوكل لهم بمساعدة المخابرات الجزائرية أنه ينمق ويعني يعني 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 يصبغ التاريخ الجزائري بمصحائح من التجميل. تحدث عن باب المغاربة يا أخي، تصور معي باش تعرف الحجم، الحجم ديال التي حجم الأفكار التي لا يمكن أن يعني أن يدافع عنها حتى إبليس. قالك باب المغاربة هو الذي يوجد في القدس، هو في الحقيقة ليس باب المغاربة، هو في الحقيقة باب الجزائريين. وقال لك هناك رسالة، عندي رسالة لمجموعة من المغاربة الذين تم طردهم من باب المغاربة وتوجهوا إلى الشام، وهناك من الشام أرسلوا رسالة إلى السلطان العثماني يطلبون منه بعض القطع الأرضية من أجل ممارسة التجارة الزراعة والفلاحة. وقال لك انطلاقا من الموقعين على هذه الوثيقة، انظر هناك فلان الجزائري فلان الجزائري فلان الجزائري فلان الجزائري. قال لك وبالتالي إذا قال أحدهم بأن من يطلق عليهم باب المغاربة هم في حقيقة جزائريين لم يكذب، لأن الحقيقة تصور يا أخي جاسم ويا أخي شحي، عندما يعني بحثت على هذه الوثيقة لم أجد لها أثر، وهم لا يقول لك المصدر، المصدر الفلاني، لأن من يعني محددات التي تضبط البحث العلمي أنك حينما تقول الوثيقة تحيل على الصفحة وتحيل على المؤلف وتحيل على المرجع، هم لا يحيلون على المرجع. فوجدتها بعد جهد جهيد، ووجدتها تحكي مغادرة بعض الجزائريين للجزائر بعد دخول الفرنسيين بمدة يعني بالضبط سنة 1848، وتوجههم إلى الشام، وحين توجهوا إلى الشام كتبوا عريضة وكتبوا فيها معروض عبيدكم، ويطلبون من السلطان العثماني، يقولون له نحن لا نعترف بأي سلطان إلا سلطانكم، وقد أخرجنا من ديارنا، وبالتالي نطلب منكم أن تمكنونا ببعض الأراضي لممارسة التجارة والفلاحة. جزائريين خرجوا من الجزائر ذهبوا إلى الشام يطلبون سلطانهم. ما علاقة فلسطين بالموضوع؟ وما علاقة باب المغاربة بالموضوع؟ وما علاقة المغاربة بالموضوع؟ تصور معي وثيقة ألفوا حولها قصة لا علاقة لها بالواقع يا أخي. أنا طرحت عليهم سؤال أخي جاسم إلى قيام الساعة لم يجيبوا عليه، أعطيتهم $1,000,000، قلت لهم أعطوني سفير معتمد في الجزائر قبل سنة 1962. والله العظيم إن والله يا أخي حار القوم، يوم طرحت السؤال كنت موجود في بثك، وظني كان فترة رمضان. إلى الآن فترة رمضان جابوا السفير الأول نجده قنصل، الثاني نجده مبعوت خاص، وفي الثاني وقف حمار الشيخ في العقبة واستسلموا. لين الحين ما في، لأن ما في أساسا ما حد يجاوبك، لأن تشوف لأن الإنسانكم برمج ما عنده تعرف. تاريخهم أصلا منطوي، وتاريخهم كامل منطوي على الخيانات والغدر. أنا أسأل اللي يقول شوف، ليس هناك مليون شهيد، وليست هناك ثورة جزائرية، لا توجد ثورة يا أخي، لا توجد ثورة. أنا أقرأ الأخضر الإبراهيمي هذا اللي كان المبعوث ديال الأمين العام للأمم المتحدة، يقول لك أن خروج فرنسا من الجزائر مثل خروج الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان، لم تكن هناك هزيمة عسكرية. الرائد عز الدين زراري أو الملقد بالرائد عز الدين قال فيديو، قال فيديو هو على ذاك لينا على ذاك قناة الفرنسية الرسمية، أرسل لك الفيديو أخي جاسم، يقول لك من يستطيع أن يدعي أننا هزمنا فرنسا؟ ثم أنا بالأمس أتابع أحد أشهر المؤرخين الجزائري والذي كان حاضرا في الحدث اللي هو محمد حربي، قال لا يمكن الحديث على عملية كبرى أو مقارنة ما وقع بالجزائر بما وقع في الفيتنام مثلا، قال لا مجال للمقارنة، قال كانت مجموعة من العمليات لكنها لا ترقى إلى مستوى ثورة. فرنسا خرجت من الجزائر لأنها أرادت أن تخرج استنزفت كل شيء خلاص ما في شيء. لا، وهناك جغرافيا كبيرة، ويقول شارل دوغول في مذكرته يقول لك كيف يمكنني أن أواصل أن أصرف على الغبار والتراب وعلى الرمال بعد ما يجب أن أخرج إن كان هناك تقرير ديال صندوق النقد الدولي يقول لك بأن هناك حالة من التضخم تستدعي من فرنسا أنها ترفع يدها على الجزائر. هناك خزينة ديال الولايات المتحدة الأمريكية التي أقرضت فرنسا وتقول لهم بين النصائح ديال أنها تخرج من فرنسا. فحتى وزير الداخلية على عهد هو ريبوم ديال اللي هو دحول القبلي يقول لك تفاجأنا حينما رأينا بأن دوغول يطالب بتقرير المصير للجزائر. يا أخي حتى حينما أرادوا أن يعطوهم الاستقلال
يقول شارل دوغول قال لك لم نجد الكيفية الصياغة القانونية لمنح الاستقلال للجزائر. قال لك إذا كانت تونس والمغرب دولتان قائمتان وكانت فيها مجرد حماية ولم يكن استعمار، قال لك فالوضع مختلف بالنسبة للجزائر. وقال خطابه المشهور، قالوا دوبوي لو موند لو موند، قال لك يعني منذ بداية الخالقة بهذا الإسلام، قال لك لم يكن هناك دولة اسمها الجزائر، لم تكن هناك دولة ذات سيادة. يا أخي الجزائري ببساطة اسأله من كان قبل 1962 يقول لك الاستعمار الفرنسي، من كان قبل 1830 يقول لك يدخل لك في الأتراك والخلافة والخلافة الإسلامية وكنا جزء من الخلافة الإسلامية. يا أخي جميع من حكموا الجزائر طيلة 315 سنة، 3 قرون و15 سنة، لم يكن منهم جزائري واحد، والجيش كله جيش انكشاري لا علاقة له بالتراب. حتى يا أخي مدينة الجزائر لم يكن فيها شخص جزائري من أهل الأرض. أندري جوليا الذي عاش أزير 100 سنة ألف كتابا يعني على الجزائر، يقول لك بأن الجزائريين، وهذه معلومة خدها أندري جوليا، أنا عندي الكتاب بغي نمشي نجيب لك خويا جاسم، يقول لك مصطلح الجزائريين يطلقوا على أتراك الجزائر، أما السكان الأصليين كانوا يطلقوا عليهم الأهالي، أهالي وفقط، أهالي أو العرب. أنا أسألك السؤال هذا، الذين يتكلم بومدين، تعرف أن بومدين كان وزير الدفاع وكان رئيس هيئة الأركان الذي تم تعيينه على 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 عهد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، ممكن أتفهم أن وزير دفاع إماراتي ولا مغربي ولا سعودي لم يطلق رصاصة واحدة في حرب إذا كنا في حالة سلم. يا أخي تتوقع أنهم يقول لك ثورة ومليون ونصف شهيد يعني أعظم ثورة التي أعطت أعظم الدروس للبشرية، وزير دفاعها لم يطلق رصاصة واحدة ضد الاستعمار، لم يقتل فرنسيا واحدا، لم تطأ أرجله الجزائر من 1954 إلى غاية 1962. تعرف قبل 1954 كان ذهب سنة 1952 في رحلة إلى ليكمل دراسته في جامع الأزهر مع صديق له اسمه محمد الصالح شيروف، ومحمد الصالح شيروف ألف كتاب اسمه رحلة آمال واغتيال حلم، يحكي على هذه الرحلة. تعرف كيف كانوا يمولون الرحلة أخي جاسم؟ إيه؟ بالسحر والشعوذة. هل أفتى علي أبو مدين أننا يعني نقرع الكف والتقزان وقراءة الفنجان والطالع؟ قال لك حتى نستغل هؤلاء العرب. السحر وأهم سحر كان فيه وشهدوا عليه الفرنسيين بأنهم الجزائريين يعني عملوا في السحر لعدم المساس في نسائهم في أواخر قبل الاستقلال. هذا أرضهم منجسة بالسحر. هذا نتحدث على بومدين رئيس الدولة، ماشي نتحدث عن شخص عادي الذي يقول لك شيخ المجاهدين ورأس المجاهدين والمجاهد الأكبر لم يطلق رصاصة. وللمعلومة تاريخيا وإسلاميا الدولة العثمانية في آخر الأواخر الدولة العثمانية في بان حكم لمنطقة الجزائر اللي هي مسمى حاليا الجزائر، طلبوا من المرابطين أوكي بتحريرهم من الفساد الداخلي اللي عندهم لمدة أربع مرات في الجيش المرابطية، هم اللي حررهم من الفساد الإداري وفساد الحكم اللي عندهم وإلى آخره، وحاربوهم ورجعوا لهم الحكم العثماني على أصول الدين أربع مرات. إذن كانوا أصلا هذا الأرض الجزائر كانوا منبوذين من ناحية العرب، وكانوا هم متمردين وقطاع طرق، وزائد اليهودية اللي دخلت بينهم واللي عملت لهم الشقاق والنفاق بين هذا الأرض وتعود عليه الأباء لحد الساعة هذه اللي احنا فيه. إذن المغرب لها تاريخ كبير عريق جدا، حكمت ما حكمت بها من الأراضي ومن الأقاليم، وكانت الجزائر أصلا تابعة لإقليم من الأقاليم الجزائرية المغربية. هذا هو الخطاب اللي قلت لك أستاذ جاسم، هو هذا. لحظة شوي أرفع الصوت، شفت معني سبحان الله، معني صرت سيدة للمكان. لحظة هذا ارفع الصوت اخوان لو سمحتم، لان الحين الجوال شابك على اليوتيوب فبينزل البث، فارفعوا البث بالتكبيسات مع تشير البث، واللي عنده علامه التيك توك او شيء يطرش علامه التيك توك فضلا وليس امرا، وشكرا للجميع.
individu, car depuis que le monde est monde, il n'y a jamais eu d'unité ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, romains, vandales, byzantins, arabes de Syrie, arabes de Cordoue, turcs, français, ont tour à tour pénétré le pays sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. حذاري. هذا هو الفيديو اللي شو اسمه هذا اللي كان يتكلم يا دكتور، شو اسمه الفرنسي ذا؟ الرئيس الفرنسي شارل دوغول. هذا الرئيس شارل دوغول الرئيس الفرنسي، هو على لسانه يعني يقول انه ما في دولة اساسا، او ما في كان شيء اساسا ولا دولة، ما في شيء اسمه الجزائر. فدكتور مع انك تطرقت للموضوع عدد من المرات، بس في عندي متابعين من 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 دول غير ما كانوا ملمين بالموضوع او خصوصا بتاريخ الجزائر الا بعد ما صارت تهاجمنا. فلو تعطنا نبذة اذا عندك وقت عن كيف تم بيع الجزائر او تسليم مفاتيح الجزائر بين قوسين، لان لم تكن ايالة الجزائر من يد العثمانيين للفرنسيين، وسالفة تجارة القمح وديون بين العثمانيين والفرنسيين وهاي السوالف، وانت فاهم القصد. شوف انا نرجعوا للبدايات ديال القرن السادس عشر، يعني كانت هناك، يقول مبارك الملي اللي هو حتى هو يعتبر شيخ المؤرخ الجزائري، كان كيقول كانت الجزائر كانت واحد الربعه ديال الصخور داخل البحر اسمها جزر، ثم بعدها اطلقوا عليها جزائر بني مزغنة، ثم اطلق اسم المدينه على هذه الصخور هذه. فكانت هذه واحد شبه بلديه، بدات في شبه بلديه كان يحكمها التعالبه، كان على راسهم يطلق عليه احدهم يطلق عليه سالم التومي، وكانت زوجته الاميره زفيره. هذا سالم التومي، هذا السكان ديال الجزائر في بدايه القرن السادس عشر وحتى في القرن الخامس عشر كانت يعني كانوا يمتهنون مهنه واحده وهي القرصنه، وكانوا يعني يقرصنون ويغيرون على مجموعه من المراكب الاسبانيه. فاضطرت اسبانيا الى انها محاوله اخضاع الجزائر بالقوه للقضاء على هذه المهنه ديال القرصنه. فبالمناسبه كان الاخوين عروج بربروس، كانوا اربعه ديال الاخوه بربروس، كان عروج وكان خير الدين وكان خضر وكان اخ رابع ديالهم، كانوا يعني يقومون بعمليه ديال القرصنه، وبالتالي وقفوا في احدى المدن الحاليه الجزائريه يطلق عليها جيجل، كانوا في جيجل. فحينما علم الجزائريون عن سالم التومي ارسل الى عروج بربروس وقال له نريدك ان تقدم الى الجزائر لانقاذنا من يعني محاوله الاستعمار ديالنا من طرف الاسبان. فوافق عروج بربروس، فشل في المحاوله الاولى في يعني كسر القلعه التي اقامها الاسبان، ونجح في المحاوله الثانيه. بعد نجاحه في طرد الاسبان قال له سالم التومي قدمتم لنا وطردتم الاسبان، فشكرا لك وشكر الله سعيكم، وممكن انكم تغادرون. فاجابه يعني ذاك عروج بربروس بالجواب المغربي، دخول الحمام ماشي بحال خروجه، دخول الحمام ليس مثل خروجي. فذهب الى سالم التومي، كان يتوضا ويستعد لصلاه الجمعه، فقام بخنقه يعني قتله، وذهب الى المسجد الصغير الموجود في الجزائر، فاغلق المسجد وذبح كل من فيه، ذبحهم صبرا بدون مقاومه، واحتل الجزائر. فبدا التوسع، القصه ديال التوسع ديال من عروج بربروس الى غايه يعني الداي حسين، يعني كانت فتره البيلربايات، ثم فتره الباشاوات، ثم فتره الاغاوات، ثم فتره الدايات. حينما وصل هذا الداي حسين سنه يعني حكم مده طويله سنه 1830، يعني كانت فرنسا عندها مجموعه من المحاولات للدخول للجزائر، وهناك مجموعه من التوافقات الدوليه دفعها الى الدخول. ما يهمنا في هذا الموضوع هذا هو انه وقعت هناك، كان الداي حسين كان يريد ان يقاوم الانزال الفرنسي في المنطقه ديال سيدي فرج، لكن اعيان الجزائر
أرسلوا له كتابا يجب أن تطلع عليه إلى الدي حسين، يقولون له أنه لا يجب عليك أن تحارب فرنسا، ولن نحارب فرنسا لأن فرنسا أمة شريفة، وإذا عاهدت فإنها ستفي، وبأنها ستحترم ديانتنا وستحترم ممارستنا وشريعتنا وأملاكنا. وبالتالي قالوا له بأنه لا يجب عليك أن تحارب الفرنسيين، فوقع تلك المعاهدة أخي الكريم مع الفرنسيين داي التي بمقتضاها أكمل أخي الكريم. لا دكتور سنايبي لا سمحت، عندي غير واحد تحذير للاستاذ جاسم. راه واحد الجزائري راه جاي باغي يطلب كاس وباغي يطلع للسطح، غير لي التحذير. يلا سمعتو قالها في واحد لايف وجاي دابا بارطاجاو ليه وجاي. واستسمح المقاطعه دكتور سليمي، شو اسم ديالو اخويا؟ قول الاستاذ جاسم. هو سميتو عزوز، ولكن ربما غيدخل بشي حساب فوكونت. هو عزوز معروف، ولكن ربما يدخل فوكونت من عيال اخوان حسن. تمام، ما عليك الامور. طيب اخوي نعم حسن. نعم، ما تطلعش غير اللي كان استاذ جاسم للتحضير. شكرا، انا نغلق المايك. جزاك الله خير، شكرا اخوي حسن، شكرا، الله يحفظك. تمام، تفضل اكمل دكتور السموح على المقاطعه. إذا أرسلوا له وقالوا له أنه لا يجب المقاومة وفرنسا تحترم مجموعة من الأمور، فقبل بالتوقيع على هذه المعاهدة في مقابل يعني أنه أخذ الأملاك دياله وأراد أن يعيش في فرنسا، فرفض له المقاومة في فرنسا فذهب إلى إيطاليا إلى أن مات هناك. يعني حتى من حكم الجزائر رفض العيش فيها، ذهب إلى يموت في إيطاليا مختارا. ويحكي ويليام سبنسر في كتابه الجزائر على عهد رياس البحر، وهو الذي يتحدث على جوانب من الجوانب المظلمة في التاريخ ديال الجزائر، وهو من تحدث على القضية ديال المزوار وكيف أنه ذاك الأقفاص التي كانت في القسطنطينية تم نقله إلى الجزائر، وهذه الأقفاص هي ذاك الأوكار الدعارة التي كانت في الجزائر، هو الذي تحدث على مؤسسة المزوار. ويتحدث في الصفحة 199 في الصفحة 200 يقول لك ولقيت الوحدات الفرنسية التي دخلت الجزائر تحية الصمت، قالك وظل الرجال الأشداء يحتسون الشاي ويدخلون الغليون، قالك ذهب عهد وجاء عهد آخر ولا أحد يأبه، حتى يقول لك أن هناك نضال. لم يكن هناك أدنى مقاومة للاستعمار الفرنسي، ولم تكن المقاومة إلا سنة 1871 على يد الرمز القبيلي اللي هو الرمز اللي هو الشيخ المقراني، ومرها لم تقع أي حدث إلى غاية أحداث ديال الصيف سنة 1945، وبعدها الأحداث البسيطة ديال 1954 إلى أن قررت الفرنسا أن تخرج من الجزائر بحكم ذاتي. صوت عليه الفرنسيون أولا سنة 1 يناير 1961، ثم صوت الفرنسيون أنهم وافقوا على الاستفتاء ديال الموافقة على المعاهدة ديال المخرجة ديال المعاهدة ديال إيفيون اللي كانت في مارس 1962، ثم استفتاء ثالث بتاريخ الاستفتاء الأول 8 يناير 1961 في فرنسا، الاستفتاء الثاني 8 أبريل 1962 في فرنسا، والاستفتاء الثالث هو الذي صوت عليه الجزائريين بتاريخ 1 يوليو 1962. وبالتالي هي أنا قلت واحد القضية أن الوجود الجزائري هو نفسه بنفس الطريقة كان التواجد الإسرائيلي، يعني الاستيطان أولا ثم البداية بالاتساع. يعني كانت مدينة اسمها الجزائر، في الوقت الذي كانت هناك مدينة اسمها الجزائر كانت بعض الملكيات، كانت يعني مملكة بنو عبد الواد اللي هما في النواحي ديال تلمسان ديال الزياديين، كانت مملكة كوكو ديال القبيليين، كانت مملكة ورغلة، كانت مملكة تينس، كانت مملكة بجاية، إلى الجزائر. الجزائر لم تكن لها أي شيء، بل أنهم عاشوا، يقول ملك بن نبي هذا العالم الكبير الجزائري الكبير، يقول واحد المصطلح الذي نضيقوا عليه إلى غاية مماته، قال واحد المصطلح ديال لا كولونيزابيليتي، يقول لك أن الجزائريين يعانون من عقدة القابلية للاستعمار. قال لك وعلينا أن نسأل، نطرح السؤال، لماذا استعمرنا 2000 سنة؟ قال لك يعني هي سبة في حقنا أننا نتبجح ونقول أننا أمة استعمرت 2000 سنة. قالك لماذا استعمرت ولماذا هذه القابلية للاستعمار؟ يا أخي في القرن 16 الجزائريين على عهد الملك شارل التاسع أنهم ضاقوا ذرعاً بالأتراك، فأرسلوا إلى شارل التاسع رسالة يقول له نرجوك أن تعين ملكا علينا. فالناس لأنهم لم تكن لهم
يعني لم تكن لهم يعني بنية الدولة أو مفهوم الدولة في الدماغ ديالهم، كانوا لا يعيشون إلا في المستعمر. حتى أن سعد دحلب اللي هو كان وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة الجمهورية الجزائرية قال في كتابه المهمة المنجزة، قال كنا لا نعول على المعطى الوطني في الصراع ضد المستعمر، كنا نعول على المعطى الديني، لأننا نعلم بأن المعطى الوطني لم يكن قد تخمر واختمر بين مكونات الشعب الجزائري. واعتذر الإطالة أخي جاسي. لا بالعكس والله العظيم أن أن البث قائم بك صراحة. أنا أنت يوم جيت القست أنا المواضيع كلها راحت صراحة، اعتمدت عليك وأنا تميت جالس أدور أشياء في اليوتيوب، بس أشوف حد مطرشيله لحينة ويعرفون أنك أنت عندي في القست، وفي ناس وايدة تستفيد منك عشان شي بسألك. في حد اسمه كادر أو شيء، وأغلب اللي في القست أشوفهم يعرفونه مطرشينه من بثوث ثانية، فيقول يغير حسابه وبيجي هو مستعد للنقاش بدون سب على أساس أنه كذا مدري هو أكثر عالم عندهم بالجزائر. شوف يا أخي، هذا الشخص لا يعرفه حتى من كان رئيس الأركان الجيش الجزائري، لا حد له في التاريخ. هو شخص يطلع إلى القيست ويتلقى التعليمات من المخابرات الجزائرية. طلعت معه في مرة، كان واحد الأخ الأستاذ الأخ ديالنا هذا الكويتي بو سلطان، وقلت له أنه في حالة تكون هناك مناظرة يجب أن تأتي بأستاذ في أستاذ جزائري أو دكتور جزائري، ولا تأتي بشخص يذهب من هنا إلى من هنا. يمكن يعني هذا أخي واحد عندهم. هو هذا قادر، هذا قادر. فلما أتى به قال لي مجموعة من الجزائريين يطالبون به. يا أخي تسأله في الشرق يجيبك في الغرب، تسأله في الشمال يجيبك في الجنوب، تتحدث له عن البوليزاريو يحدك على التهريب. يعني كأنك تمسك الليث من أذنه، لا تدري أمسكته أم أفلتته، ولن يجيبك على كلمة. وهو يعني إنسان مخابرات بامتياز، ويتقاضى على الوقت الذي قضاه في مواجهة الدكتور صنايبي، ويذهب إلى اللايفات يقول لهم ناظرت الدكتور صنايبي وتحدثت مع الدكتور صنايبي. وعشان يظللك على الموضوع، ترى أنا أشوف لاحظ أسلوبه يظللك على الموضوع. أهم شيء أهم هدف عنده هو يطلعك من موضوع لموضوع. والتشويش والمقاطعة. دابا تصور معي أخي، دولة مثل الإمارات العربية المتحدة، وشخص مثل الشخص محمد بن زايد، وشخص مثل محمد السادس حفظه الله، تصور أن شخص محمد السادس يذهب إلى الإمارات ويوقعون العديد من مذكرات التفاهم، ثم أتى ماذا قالوا له المخابرات؟ قالوا اذهبوا شوش على هذه الاتفاقيات، وقل انها مجرد مذكره تفاهم وليست لها قيمه قانونيه وليست لها قيمه ملزمه. تصور التبخيس، لانهما يعني انهم يبخسون يعني من شخص رئيس دوله بقيمه الامارات ورئيس دوله من قيمه المملكه المغربيه، وكانهم كانوا يلعبون هناك، وبان مجرد هذه التبتيل وفقط. يعني لا يعلمون حجم الالتزامات ديال الدول. زين تبون علاش ما كيزورش الامارات؟ ايوا خويا، لا انا خايف المنطق بمنطق يتحدثون. لا لا شوف، اي انسان ماشي على الصراط المستقيم من الحكام لا يهابون احد، لان حاميهم الله سبحانه وتعالى، عينهم الله سبحانه وتعالى في الارض بكلمه الحق، راح يعيشوا بكلمه الحق ولا يخافون ولا يهابون احد. هذه تربيه ملوك، فهمت علي؟ ولكن لما احنا نشوف اصحاب العمل التشويشيه للعرب والمسلمين، اضرار في قيم الاسلاميه، اضرار في قيم العربيه، اضرار في شعوب العربيه، هذا الله سبحانه وتعالى لا يوفقهم لا في الدنيا ولا في الاخره، لا هو ولا شعبه. هذه نقطه. النقطه الثالثه، نحن كل ما نتكلم في موضوع معين يطلعون على الجنب، المغرب الامارات، كأنه المغرب والإمارات يعني عظمة في بلعومهم موجود، فهمت علي؟ زمان الشحي راه من مدة، راه ماشي الآن. شوف أنا إذا سمحتي لي دكتور واعي، شوف غالي دكتور، لا أنت إنسان دكتور، متابع سبتك بعد الفيديوهات أخي الشحي إذا سمحتي لي. لأن مشكلة تكون لم تكن تعلمون هذا النظام الخبيث. تصور معي، لا أنا كنت أعلمها. شوف أنا من سنة 2000، على العموم أنا من سنة 2000، من سنة 2000 عندي تاريخهم المرير في أحداثهم المريرة لحد اليوم فيديوهات. يعني أنا استغربت واحد من المقاطع اللي موجودة كانت في أحد رئيس الحكومة عندهم. شوف أنت كدكتور تفهم يمكن أكثر مني أو من غيري، لا قلة في الجميع، ولكن الواحد
يعطي الأولوية للناس اللي عندهم أفكار علمية أو أفكار وثائقية جميلة في الحياة نتعلم منهم. أنا مرة من المرات لاحظت في أمور مثلا هذا رئيس حكومة تبون هاجم الإمارات بطريقة فظيعة بكل الجوانب وهاجم المغرب بكل الجوانب. الإمارات طلبت من الحكومة الجزائرية في تصريح سبب الهجوم هذا كله زين او تعطوا اعتذار رسمي للموضوع. فهو شو اللي رد عليهم رئيس الحكومة؟ انا لم ارى رئيس دولة يتكلم بهذا المنطق بان رئيس الحكومة اللي عندهم لا يمثل دولة الجزائر ولا يمثل حكومة الجزائر، ونعتذر عن هذا الخطأ الفادح اللي حصل عندهم. يعني بأي منطق إذا أنا رئيس حكومة زين ما عندي السلطة أو ما أتبع للسلطة؟ أيوة، كيف أنا رئيس حكومة وما أتبع للجزائر؟ خلونا واقعيين في معناته أن هذا النظام قائم على الفشل، نظام قائم على السب والقذف والنهب فقط، وعدم العرفان. أخي الشيخ عدم العرفان، تعرف يا أخي يحكي فرحات عباس، هذا كان قيادي جزائري في ذاك الفترة، فترة ديال الخمسينات وحتى الأربعينات، وكان من المؤسسين ديال مجموعة من الأحزاب السياسية. فكان قال لك أن السعودية كل ما طلبنا لها كانت تعطينا الضعف. كانت في مرة قال لك جبدتنا شيك على بيض، قالت أي شيء اللي تحتاجوه في الجزائر نحن وراء الإشارة ديالكم. بعد الاستقلال أو الانفصال ديال الجزائر يحكي الخضر بورقع أحد قيادات ديال الولاية الرابعة، يقول لك ملي كنا كنمشيو للمؤتمرات اللي فيها الدول الخارجية، قال لك ويأتي دور على مسؤول خارجي يتحدث أو لحاكم خارجي دور على قال لك نحن تكون هذه هي الفرصة، قال لك للذهاب إلى الحمام شرف الله قدركم أو لتدخين سيجارة. هكذا ينظرون إلى دول الخارج، هكذا قلت الاحترام وقلت العرفان يا أخي، في الوقت اللي الجزائر تملك بترول أكثر من الإمارات، في الوقت اللي الإمارات لا تملك غاز ولا تملك الجزائر يعني احتياطات مهمة بالغاز الطبيعي. يعني هذه المناظر التي نراها المفروض أن تكون في الجزائر، المفروض أن الجزائر تكون دبي ديال شمال إفريقيا، هذا المفروض. لكن الأخ جاسم ولي مشى، لا أنا ما مشيت لم أزور الجزائر، لكن زرت الإمارات بهذلة نزلت الإمارات وكنت نازل في ذاك الفندق ديال باب القصر وزلت في أنا زرت الجزائر يعني مرة واحدة زرت الجزائر. أول ما وصلت المطار أنا عرفت الدولة كاملة بما فيها ورجعت حجزت تذكرة ورجعت مرة ثانية على وين؟ على المغرب. أوكي، كملت 5 سنين وراها في المغرب. أنا جيت سياحة في الجزائر، قلت مرة بقعد لي أسبوعين وبروح. تخيل في المطار مجرد أن الرجل أخذ مني الباسبور عشان يختم فيها قال لي كلمة، قال لي أنت خليجي شو عندك هني في الجزائر؟ بالحرف المفيد. قلت له لو سمعت